جميع البلينكس عم بيطالبوا من وكالة واي جي انها تبرر ليش ما سمحت لليسا انها تحضر حفل بولغاري. فهل اكو خلافات بين ليسا ووكالة واي جي؟ ام ان واي جي متقصدين اهانتها والتقليل من شأنها بهالحركة؟ ولماذا تم حذف اغاني ليسا من قائمة تشغيل واي جي؟ والى متى ستبقى ليسا هي الوحيدة من بلاك بينك المظلومة؟ وهم بعد البلينكس رفعوا شعار ليسا تستحق الافضل، والمطالبة من واي جي توضيح حول ما حصل مع ليسا بالذات، وان موضوع كوفيد 19 عبارة عن كذبة. ولماذا تم السماح لجيني، جيسو وروزي انهم يتواجدوا في العروض لكن ليسا لا؟ ولماذا هم مسموح لهم التواجد بين الاف المعجبين والمصورين والمشاهير لكن ليسا لا؟ لذا اتمنى من واي جي يعطوا تبرير عن فعلتهم، لانه اسهمهم انخفضت بسبب سوء معاملة ليسا.